الدقائق الأخيرة من الحلقة، والحلقة مليانة أحداث، لكن بسرعة لازم نقول لكم قراءة سريعة للأخبار ولنتائج الجولة الثانية من الانتخابات، النتائج الأولى طبعا لأن نتائج تعلنها العليا للانتخابات، وعندنا الإعادة يوم الثلاث والأربع. عندنا 9 مقاعد تم حسمها، وده مقابل 4 مقاعد فقط تم حسمها في المرحلة الأولى. إبراهيم أبو شعيرة، رفح والشيخ زويد، جازي سعد، دايرة وسط سينا، مستقل، سمير، دكتور سمير غطاس، مقعد بمدينة نصر، ولسه في أعتقد 3 مقاعد تانية، دكتور علي مصلحي، طلعت السادات، محمود خميس، مقعد دايرة بلبيس، المخرج خالد يوسف، مقعد كفر شكر، والإعلامي أحمد بدوي، دايرة طوخ. إذن عندنا يعني معلش نرجع تاني يا جماعة عشان نخبط، ممكن نرجع طلعت السويدي، عفوا مش طلعت السادات، طلعت السادات الله يرحمه، لكن طلعت السويدي هو اللي حسم مقعد. يبقى احنا بنتكلم على 9 مقاعد تم حسمها من الجولة الأولى من الانتخابات، 4 مقاعد كان تم حسمها في المرحلة الأولى. واضح ان في تحسن في يعني في الحسم، وتحسن في الأداء، وتحسن في الإقبال. خلونا نشوف بقى ان عندنا الحقيقة تحيزنا للنساء، عندنا 7 من النساء من 7 من النساء هم هيعيدوا في المرحلة الجاية، مرحلة الإعادة. فاطمة نعوت، مصر الجديدة والنزهة، دينا عبد العزيز، حلوان بالقاهرة، منال خليفة في حلوان، منى جبلة، مصريين أحرار، المنشية والجمالية. عندنا كمان رانيا السادات من بورسعيد، نسيلة أبو العمر، فقوس شرقية، وغادة صقر في مركز دمياط. عندنا دوائر سخنة كتيرة جدا، لكن خليني أقول لكم شكل البرلمان حتى هذه اللحظة عامل إزاي، والأحزاب فين، وإيه الوضع بالظبط. إحنا بنتكلم على أنه تم حسم بالفعل 342 مقعد بما فيهم 120 من القوائم، 120 مقعد دول حسمتهم خلاص حب مصر، وبالتالي دي الكتلة الأكبر، ودي الكتلة اللي بدأت بالفعل الحديث مع المستقلين لتكون الأكثرية في هذا البرلمان. يبقى 222 مقعد، 213 هيتم الانتخاب عليهم وإعادتهم الثلاث والأربع القادمين، وفي 9 مقاعد دي الدوائر التي طعن عليها وأجلت إلى ديسمبر. الأحزاب يتقدمها المصريين الأحرار، وبعدها مستقبل وطن، ثم الوفد. بقسنا بالأحزاب كده، عندنا المصريين الأحرار، وبعدين الوطن، وبعدين الوفد في الجولات. خلوني أقول لكم سريعا كده مجموعة من الدوائر السخنة، وإحنا هنشوف في جولة الإعادة تقطيع، هنشوف منافسة رهيبة جدا. يعني عندي دايرة قصر النيل وبولاق أبو العلا منافسة شرسة بين الدكتور محمد حمودة وبين محمد المسعود، مصر قديمة عندنا في منافسة ما بين أحمد العقاد وعدد من محمد العقاد وعدد أيضا من المرشحين، عندنا الزيتون، دايرة الزيتون فيها رامي صلاح وفيها محمد شعبان شمكو، دايرة مصر الجديدة والنزهة فيها زين السادات، مدحت الشريف، فاطمة نعود، فيها برضو منافسة شديدة جدا، دايرة المعادي وترى للأسف خرج منها حافظ أبو سعدة وبقى فيها حسين مجاور وجمال الشريف، مدينة نصر فيها 4 مرشحين بعد ما حسم سمير غطاس مقعد، يبقى احنا عندنا فاضل مقعدين بيتنافسوا عليهم لواء حمدي بخيت والعميد تامر الشهاوي ايضا، واعتقد
اللي هو حمدي بخيت والعميد تامر الشهاوي، وفي اعتقد في اثنين اخرين واحمد فتحي. عندنا الحقيقه انه في دوائر سخنه كتيره جدا في المرحله القادمه، هنتابعكم معاها، الوقت تقريبا خلص فمش هنقدر ان احنا نقول لكم كل الدوائر، لكن في دوائر فعلا فيها سخونه وفيها يعني هيكون فيها منافسه شرسه. طبعا دايره الباجور عندنا معتز الشاذلي، وقدامه في ايضا مرشحين اخرين، اعتقد في ثلاثه من المرشحين، وعنده قدامه منافس ايضا من حزب النور. يعني في دوائر فيها شغل جامد جدا يوم الثلاث والاربع القادمين. يوم السبت هيكون عندنا عدد من المرشحين، هنحاول ان احنا نجيب لكم اسخن الدوائر، نشوف مين الناس بقدر المستطاع وبقدر ما يسمح له وقتنا في هذا البرنامج. بشكركم شكرا جزيلا، كان اسبوع ساخن جدا، كان في انتخابات، كان في إرهاب للأسف، وانتهى اليوم بالحقيقة أحداث دولية وإقليمية كبيرة. قلبي مع طبعا تعزية للشهداء المصريين، تعزية للشهداء من تونس الشقيقة، ولكن ستبقى أنوارنا في مصر وفي تونس دائما مضاءة. أشكركم ونتقابل يوم السبت بإذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.